السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، صحيحتكم لاباس، عواشركم مبروكه ورمضان كريم، تصوموا بالصحه والسلامه ان شاء الله بحول الله. اليوم غنحضر معكم هذا العصير ديال المونغ والبرتقال، رائع رائع البنات جدا، واقتصادي. يعني حبه ديال المونغ تتخرج لكم تبارك الله كميه وفيره كيف تتشوفوا على عينكم. نتمنى انكم تتبعوا الفيديو ولايك البنات، لايك ما تبخلوش على القناه، ما تبخلوش عليها، واشتركوا باش نستمر معكم ان شاء الله بحول الله. وتشكركم بزاف على التتبع وتبعوا الفيديو ان شاء الله باش نشوفوا كيفاش غنحضروا. عندنا هنايا حبه ديال المونغ، وعندي ثلاثه الحبات ديال البرتقال، ثلاثة هما اللي عندي. قلنا حبة ديال المونغ، وقلنا جوج حبات ديال ثلاثة الحبات ديال البرتقال، يعني كبارين. هكا انا كنقي، هكا كنقي البرتقال، تيتنقى هكا حسن. نقرب لكم باش يبان لكم. ما كتخليوش داك اللب الابيض، هكا ما تخليو حيت هاد اللب الابيض تيطلق لنا المرورة. سمحوا لي على الضجيج، انا محطيتش حدايا غطار باش نحط فيه. هكا تنقطع الليمون على الطول ديالو، شوفوا ما تيكونش فيه داك العصف. هكا انا الليمونات، الليمون ديما تنقي، هذه الطريقه ديالي ديال الليمون، منها تيكون ما تيضيعش، وحتى داك اللب ديالو تيعطينا الخطوره للعصير. تنحيد هاد العصف الدخلاني، ها هو شوفوا، هذا هو اللي كنكونوا كيخصنا نصفيوه عليه. انا هكا بهذه الطريقه هذه ما تصفيوش، يعني هكا طحنوه صافي وتناولوه. هذه الطريقه اللي تنقي بها انا الليمون، ما تنعصرش. وتبارك الله غير ثلاثه الحبات ديال البرتقال، ولا غير جوج حبات الا كانوا كبر على هادو، تيخرجوا لنا كميه يعني لا باس بها، تبارك الله كافيه للعائله ديالنا. ورمضان دابا يعني العصير تنستهلكوه بكثره. شوفوا الطريقه ديال الليمون كيفاش كنقطعها هانتوما، يعني حتى الا كان شي عصف لداخل ولا داك العظام ديالو تنحيدهم. هانتوما تيكون تنتخلصوا منه غير في سميتو، بلا ما تنعصروه ولا وتبارك الله هاد الكميه مع هاد المونغا، يعني هاد ثلاثه الحبات ديال البرتقال مع هاد الحبه ديال المونغ، راه تبارك الله راه يخرجوا لنا لتر ديال العصير، وحتى لتر ونصف وكثر، يقدر اكثر، وتيجي رائع، تيجي خاطر، يعني ما تيجيش. نتوما عاوتاني حسب كاين اللي تيبغيه خفيف، كاين اللي تيبغيه يعني العصير شويه يكون ثقيل، انا شويه تنبغيه يعني بين وبين، يعني ما يكونش خفيف بزاف وما يكونش باش ما تنحسوش براسنا تنشربوا غير هكا خفيف بلا مذاق بلا والو. هكا شوفوا انا راه عندي تبارك الله البرتقال يعني زوين ما ناشفش، يعني تبارك الله
عامر ما هكا. شوفوا هذه هي الطريقه اللي تنقطع بها انا سميتو، تنقطع بها الليمون. حسن ما تتعصروه راه تتقدروا تعصروا كيلو ديال الليمون حتى الكيلو ونص، يلاه يعطيكم شويه هكا حتى ديك البابه ديالو يعني داك اللب ديالو تتستهلكوه يعني ما تيضيعش. انا هذه الطريقه ديالي اللي تندير، واخا تقولوا زعما العصاره ديال الضو، واخا ديال العصاره يعني اليدويه وداكشي، ولكن هاد الطريقه صدقوني والله العظيم الا حسن واقتصاديه، يعني ما تتسهلكوش ليمون بزاف وتعطيكم كميه يعني وفيره. بقى لي هاد المونغا عندي انا راها يعني زوينه وطيبه. العصير ديال المونغ رائع مع البرتقال، تيجي غزال. شكون اللي ما تيحبش المونغ والبرتقال وفيتاميني في هذا رمضان هذا، يحاول الانسان يتناول البرتقال في رمضان. شوفوا تبارك الله مونغا غزاله. ديما من تمشيو تاخذوا المونغ تخيروا المونغ اللي يكون الجلده ديالو رطبه، ما يكونش قاصح، الجلده ديالو تتكون رطبه، تيكون غزال وما تيكونوش فيه حتى دوك الخيوطه اللي كيكون. راه المونغ معروف الا كان ما زوينش، ما كانش بجوده يعني اللي هي زوينه، راه تيكون فيه تيكون فيه واحد الخيوطه تنضطروا اننا نطحنوه وتنصفيوه عاد يمكن لينا نتناولوه. دابا غندير الماء، لا قلت لكم تقدروا تمشيو حتى الايترو ديال الماء، المهم نتوما غديروا وغطحنوا وغتشوفوا. راه درت السكر انا، ما يعني ما تجبرش اللي عندي السكر سنيده، درت اربعه طوبات ديال السكر ولا اربعه الحبات، المهم سميهم كما تتسميو، انا تنسميهم طوبات هكا. انا غنطحنو وغنرجع معكم.